السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا لكم. المشكلة طلعت سخيفة جدا كما تصورت. كل ما في الموضوع انه كانت تطلع النتيجة نفسها. السبب انه انا كنت مفروض من عندي انه احذف ال past reservation not synchronized. فبما انه not synchronized موجود فكان يشغل ال not synchronized مو synchronized. فهسه لو اجي افعلها لاحظ sum number of tickets هي 2. مبروك سام، انت قمت بحجز طلب 2 وحجزتهم. لاحظ بالنسبة لجاك number of tickets 0، ولذلك عدد السيتس اللي انت طلبتها المقاعد 2 هي غير متوفرة. لاحظت السينكرونايزيشن؟ هاي هي فكرة السينكرونايزيشن. فكرة عظيمة جدا، فكرة رائعة جدا. هذا الباس ريزرفيشن التأكيد راح يوصلك الكود. كل اللي سويته فقط انه سينكرونايز ضفته هنا بس، لا اكثر لا اقل. لاحظ ايش قد عملاق synchronized، يعني اعطاك 2 كان عنده انطاها وقال انت حجزت الاثنين ما عندك مشكله دخل في الداتابيس، لكن الثاني قال لا 0 وانت طلبت 2 وهذول الاثنين not available. اذا وصلت لي في بالي فكره synchronized كيف راح اتعامل وياها وكيف اطبقها. هاي الفكرة من عنده. فلهنا احنا نوصل لنهاية الدرس ونلتقي وياكم الدرس القادم. مع السلامة.